السلام عليكم، صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا. علاش هاد لا كابسول؟ كما كتعرفوا كنت هاد نهايه الاسبوع كنت في تبقال، انا والوالد ديالي واحد المجموعه ديال الاصدقاء مشيت معهم لتبقال. واللي لاحظت ان بزاف الناس اللي سولوني واحد السؤال اللي مهم، امتى نبدا؟ كيقول لك انا بديت ولكن الخبز، غنقطع الخبز من هنا لكذا، حيد لي كلاص من هنا لكذا. ولاحظت واحد القضيه اللي مشكله، وزعما مشكله عويصه وحقيقيه، اللي هي بزاف 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 الناس شنو كيوقع لهم؟ عندهم عاده التسويف، غدا ندير، من بعد غندير، لاندي جو كومونس، لاندي نحيد السكر كذا. الا بغيتي تبدا بدا دابا، الله يخليكم. اللي بغى يبدا شي حاجه يبداها من الان، اللي بغى يسجل شي فيديو يبداها من الان، اللي بغى يدير شي حركه يديرها من الان، ما ينتظرش الوقت المناسب. بدا كومونس، جوست كومونس، بدا دابا. حيدوا عليا التسويف، لا بروكاستيناسيون. غدا ندير، نهار اثنين نعمل، جونفيي جويي يجي الصيف. بدا، قول بسم الله، توكل على الله، وبدا العمل ديالك وربي غيوفقك. صباحكم مبروك، السلام عليكم ورحمة الله.